السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حسين الكرم من عبقرينو أم معلوميات. نبدأ نتكلم في ميزات خط وي. خط وي سعره 15 جنيه، هنا الرقم بيبدأ من 0.15، من وطريقة الشراء من المصرية للاتصالات اللي هو السنترال، وده يتبع للخط التليفون الأرضي أو من شركة تي ديتا. وطريقة الشراء إنك بتاخد معاك البطاقة الشخصية وتقدمها وأنت بتشتري خط، وبتشغل الخط بعد شراء مباشر من خلال مركز العملاء. وجينا لنقطة مهمة جدا، ميزات خط وي اللي هو خط 0.15، سعر الدقيقة فيه 12 قرش لكل الشبكات الأخرى والتليفون الأرضي كمان. سعر الميجا بايت 15 قرش للإنترنت، ويمكن تحويل أي شبكة إلى شبكة وي من خلال السنترال. يعني أي خط 0.12، 0.10، 0.11 بيتحول ل 0.15 من السنترال، وده أفضل أنظمة وباقات بالوحدة زي فودافون وباقات والأنظمة بالفليكس. في أفضل سرعة لباقات الإنترنت، وإن خط كمان بيدعم الجيل الرابع اللي هو. وهنا نتكلم في المقارنة بين شركة فودافون وشركة وي. المقارنة بسيطة جدا، يعني شركة وي وشركة فودافون من حيث نظام الفليكس والوحدة. شركة وي بتقدم نظام كنترولر 40 ومقابل 40 جنيه، وبتديك 4000 وحدة. نيجي لفودافون بتديك نظام فليكس 80 مقابل بتدفع 94 جنيه، وبتديك 3500 فليكس، وهنا الفرق في السعر والجودة كده تمام. وبعد كده نيجي نتكلم في عيوب الشركة بتاعت وي المصرية للاتصالات. أحد عيوب شركة وي والتي اللي هي بتزعج المستخدمين حاليا، تاني نقطة بنتكلم فيها شبكة وي ضعيفة جدا في قارات وقلة وجود الأبراج، لكن في المدن جيدة. في مناطق فيها شبكة وي جيدا وفي مناطق شبكة فيها وحشة، دي بسبب الأبراج اللي فيها. وقبل ما تشتري خط لازم تتأكد ان الأبراج بتاعت وي شغالة عندك في المنطقة. هنا طبعا الأسعار الباقات بتاعت الإنترنت بتتغير بعد 6 شهور، ودي المعلومات غير موثوق فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم حسين كرب من قناة عبقريونو أمن معلوميات. وما تنسوش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب